شهر جانفي في المعروف عليه طبعا في تونس هو الشهر الساخن باعتبار انه تصير فيه برشا توترات احتجاجات غضب في الشارع. لكن رينا من بعد مسار 25 جويليه نحكي 2022 2023 و 2024 نحكيو على شهر جانفي ولا يمر مرور الكرام عادي ما فيهش التحركات هذه والغضب هذه. النجم يقولوا انه رئيس الجمهوريه قيس سعيد نجح في افراغ الزخم الثوري هذا من الشارع التونسي ويبدو انه الشعب راضي بالواقع نتاعو صابر على الظروف وراضي باداء رئيس الجمهوريه قيس سعيد. هو الحق قائم بواجبات اما الحق ما نكذبش عليك وضع راهو مزري في تونس مزري وضع بصراحه راهو ما عادش العبيد قادره للعيش راهو حاله راهو الفلوس ما عادش تقعد الدنيا الغلاوات كل شيء مقطوع كل شيء مقطوع شيء حاله مزريه بصراحه. مع ذلك عندك ثقة في رئيس الجمهورية؟ عندنا ثقة فيها لخاطر سكر برشا بيبان، أما بصراحة الغلاء لازمو يعمل حل، يعمل حل بصراحة. شوف أنت احنا في دزاير أنا متزوجة نعيش في دزاير، فهمتني؟ الحق الغلاوات والدنيا وكل شيء يعمل لهم تبون حد، اللي يغلي اللي يعمل يدخل الحبس، يعني بفاسون مش نورمال. يعني فما حد احنا عايشين الحمد لله لاباس في دزاير مش وضع كيما هكا مش وضع كيما هكا شبيك هوني كل شيء مقطوع. انا جيت عندي نهارين ما نكذبش عليك بالحق ما جبتش معاك المونه من غادي؟ ليه جبت شويه صحيح اما كومي من حزينه على بلادي حزينه كي نقول لك حزينه حزينه قلبي يوجعني كي نبدا ندور في بلادي ونلقاها فارغه كل شيء مقطوع. ايماجين انا قهوه جايبتها معايا من دزاير اللي متسين سنة قهوتي نهزها من هنا معايا من تونس. خاطر المواطنين الكل والواعين الشعب التونسي الكل واعي اللي رئيس الجمهوريه قاعد قايم كل شيء ومع شكل الضربات نشوفها في جام في هذيك وكل الجو السخون. ليش؟ خاطر الناس المواطنين الكل فاقت اللي الرئيس قاعد في الطريق الصحيح. واللي هنا كمواطن ما عادش مستعرفين بالنقابات هي قاعده تسير في الدنيا. برشا نقابات هي المسبه من لسانتي. انا الخدمه بتاعي خدمت في كامل جمهوري. نعرف كل شيء. التعرضيات فلاحيه فرغوها. كانت باجه وجندوب وبوسالم فرغوها. احنا كانت عندنا تعرضيه في سليان اسمه صودال جاء حتى الرئيس بن علي قبل بقره تعطي 56 لتر حليب. تو بقت كانت طول. ويرحم والديه والشعب الكل معاه. نجح بنسبه مئويه معينه معناها مش 100% نقولوا نحن. نجم نقول 80% 70% على خاطر علاش توا تطلعات الشعب التونسي راهي مازالت ما تحققتش راهي عند الرئيس قيس سعيد نحكي راهو مانيش نحكي على اللي فات فهمني. اما شنو هو العباد هيك صابر علاش؟ على خاطر كما نقولوا نحن خاطر 10 سنين تعدوا خراب 10 سنين تعداوا لا يعيدهم على حد. احنا توا قديش عندنا توا 25 جويليه احنا توا عامين عامين ونص حاجه كيما هكا عامين ونص بريسك عامين ونص هنا نستنى هنا نستنى انا صابرين يعني. صابرين يعطيك الصحه نقصت الحاجات هذيك برشا والله نجم نقولوا نجح رئيس الجمهوريه في الاطار هذايا في امتصاص الغضب خاصه تنجم تقول نجح وان شاء الله ان شاء الله تونس على قدام على خير ان شاء الله. هذا يعود الى الوضع الراهن والسبب نتاعو هو انه تونسي لم يعد باستطاعته وجباهة المجريات اليومية وبالتالي هو يفكر في المعيشة متاعه في الواجبات متاعه في الأشياء اللي عندها صلة بأولاده اللي عندها صلة بالكريم متاعه صلة بالواقع متاعه الكل وبالتالي لم يعد من محاور الاهتمام توجهات متاع الرئيس. هو مشكلته إشكاله الرئيسي واقعه اليومي يلهث وراء الواقع اليوم. تلك مسألة ثانية تعود إلى لي زونفي نتاع الرئيس. احنا عندما نشوفوا الوضع الراهن يعني الى حد ما فما مطبات. انا مثلا نحكي انا استاذ مثلا استاذ الى حد اللحظه عمري في 43 سنه ولازلت يعني نلهث وراء ان صح التعبير التوقعات وان صح التعبير ما كنت انتظره من سياده الرئيس. لكن على ارض الواقع ثمة ما هو دون ذلك. هذه نقطة استفهام كبيرة. صحيح فما لوبيات فما كعبات المسخين حاشاك اخي يخبيو في الزيت وفي الفرين وفي الفل وبشوية بشوية حط غادي في الدبو. هو توا شكي قال لك رئيس الجمهورية؟
القوه نتاع المواطن ولا فهمني حطوا غاديك يعني رئيس الجمهوريه حط في الحبس يعني رئيس الجمهوريه نجم نقولوا انه نجح في امتصاص غضب التوانسه يلزمو ينجح ومازال باش ينجح هما ما يخليوش راهو حتى وراك تجيبها فهمت تقاومش يسمو من الكبار يرجعش الزين تو ما عادش ينجمها تونس اما هاكا حال خير من حال غدوه ديما نتفائلوا بالخير علاش وصلنا الوضع هذا هيك وضع اختي شكون المسؤول شكون الشعب مسؤول الدولة مسؤولة الناس كل مسؤولين الناس كل مسؤولة على الوضع هذا مش الشعب راهو مسؤول مسؤولين كل رجال الاعمال اللي قاعدين القهوه والسكر والكل هما نحط لك في بالك يخبيو في القهوه والسكر ويخبيو في الروز ويخبيو في كل شيء باش اسس الكلام انا التونسيه اني نعيش في تونس فهمتني بالنسبه لقيس سعيد تصدقني انا نحبه ونموت عليه ويعجبني ملي هو معناها قبل يعني ما يكون رئيس فهمتني نحكي الواقع انا تونسيه واقعيه اما بالنسبه معناها الغلاء صدقني 10000 ما تكفيش 20000 ما تكفيش حكيت على بعض الظروف هذه وخاصه فيما يتعلق بالمواد الاساسيه حسب رايك علاش الشعب التونسي معناتها راضي بالواقع وصابر مع رئيس الجمهوريه قيس سعيد علاش حسب رايك رغم الظروف اللي حكيت ليه الظروف بالنسبه هذاك الله وهذاك قسمته فهمتني والبلدان الكل يكذب عليك البلدان الكل غلات والدنيا الكل غلات ما فما حتى بلاد ماهيش غاليه فهمتني احنا نحمدوا ربي على برشا بلدان انا في تزير باللي الدنيا غلات راهي غلات في حاجات اما كوميم كوميم ناكلوا ناكلوا الشهيوه والهيوه والغله وتاكل الحاجه شنو هوني المدالين الايامات الاخرى بشويشه بشويشه شبيك راهو الزوالي ما عادش يخلط على حد شيء. اي هذاك الخضار هو اللي يسرق. شبيك راهو ما عادش الزوالي يخلط على حتى شيء، احنا بارابور في تزاير، في تزاير ما عندكش قليله زواليه ما عندكش تشري كيلو بطاطا ب 400 فرنك بفلوس تونس تقليه توكل به ولادك. هوني ما تقليه هوني ب 2500. على شنو باش يحتاج مثلا؟ ها قبل يخرج ويحتاج. لا مش كيف على الوقت هذاك. مش هو الفرق. الفرق انه معناها فهمتي احنا توا يحتاج الشارع التونسي في الاعوام اللي فاتوا وقت اللي يحتاج على المنظومه الحاكمه المنظومه مش عاجباته جمله يعني يحب على التغيير التغيير هو صار احنا توا باش نحتاجوا على شنو باش نحتاجوا؟ باش نحتاجوا على الوضع الوضع هذا عندنا 10 سنين واحنا نعانوا فيه فهمتني باش نحتاجوا على شكون على المنظومه المنظومه احنا اللي طلبناه والتغيير احنا اللي طلبناه ما نجوش في ليله ونهار نقول له لا فهمتني راه ما يساعدنيش، شكون باش يجي مثلا؟ خاطر ما تنساش راهي الناس كل الاخرين تعس عليك في الدور. فهمت كيفاش؟ احنا هنا صابرين، كان فما تحسن من هنا عام اثنين لقدام مرحبا، ما فماش باش نطلبوا التغيير كما طلبناه قبل. ما عندهمش حتى حل. على الوضع اللي فيه البلاد وعلى معناتها على الوضع اللي فيه العالم بصفه عامه مش معناتها البلاد. شنو هو الفرق بين نحكيو على 10 سنوات اللي كانت ديما كل اللي فيها التوترات والتحركات هذه شنو هو الفرق؟ فرق اولا الساعه القروض من برا ما عادش ناخذوا فيهم واحسن حل هذاك نبقاو معناتها ندوروا دولاب وحدنا خير من اللي نبقاو ناخذوا في القروض ومن بعد نبقاو نخلصوا. واكل الخلاصات هذيك معناتها شوف انت معناتها تاخذ قروض وترجعها الدوبل. يعني الخطوات اللي قام بها رئيس الجمهوريه خلات الشعب التونسي كمام يبرد ويصبر ويرضى بالواقع؟ شويه موش برشا معناتها ثم ناس تعبه مع الغلاء في كل بلاصه معناتها غليت معناتها الدنيا هو ديجا في العالم الكل غليت كل شيء غلاء. وان شاء الله يعني قلت لك ان شاء الله ربي يجرع على الصلاح. النقص في حده التوترات وعدم الخروج للشارع مالا علاش اذا كان غير مرتبط برئيس الجمهوريه وباداء رئيس الجمهوريه وبالصبر مع رئيس الجمهوريه؟ طيب هنالك نجاحات ان صح التعبير من بينها يعني مجابهه ما ينتظره المواطن التونسي. اذا اخذنا بعين الاعتبار هنالك خطوات تحسب للرئيس وأخرى هي قيد التمحيص إن صح التعبير لا زالت قيد الانتظارات قيد توقعات التونسي هنا قد يكون ما بين قوسين ثمة خيبة أمل خيبة أمل هنا حينما نربطها بالشارع أو بالواقع أو إن صح التعبير ما بين قوسين سور لو تيران أن يا كو لو نيون وبالتالي التونسي أهم شيء بالنسبة له هو شخصه يعني قوت يومه
قوت أطفاله، قوت العائلة متاعه، فهو يلهث وراء هذه الأشياء، وراء هذه المطالب الأساسية. بعد إذا ربطنا ذلك بما يراهن عليه الرئيس، فهنالك أشياء تحسب وأخرى لا تحسب. مثلا أنا أخذت المنطلق الأساسي متاعي، منطلق الأساسي متاعي أنا مثلا أستاذ، لازلت معلق، زوجتي الأخرى أستاذة ولازلت معلق، والحال أنني لدي الحق، يعني وصلني يعني الانتداب متاعي، لكن إلى حد اللحظة لازلت أنتظر. فواحد عنده 15 سنة متخرج، عنده أطفال، عنده كذا، فهذه من الأساسيات متاع أنه الإنسان أقدم أنه ينتخب سيادة الرئيس. إلى ربطناها بأرض الواقع ثمة فيل، إتس فيل يعني فشل. يعني لهنا البرسبكتيف متاعي لازلنا ننتظر ونرون نصح التعبير نراهن على ما هو أفضل. عموما ماشيين في المسار الصحيح؟ إن شاء الله بقدرة ربي. مادام قاعد يخدم الرئيس، تو مشي الوسطاتية، مشي سليانة، تعرف سليانة ووسطاتية وكيف فما تشرب الناس ما عادش شربت الماء راه. أماكن منسية هذه. منسية جملة. فهمني؟ الناس منسية أختي فهمني؟ هاو ماشي مشي لهم هو. كيما عمل الزين العام، الزين بالطيارة يهبط. مرة في الفيل يهبط، هذا ويمشي على ساقي حوس دور على روحك وما يخافش لا كرتون ما يضربوش. شعب جبان ريتو وكل الارهاب وكل لوغم ما فهم عنا شيء.